ازيكم يا جيش برج سرطان، يا رب تكونوا خير. انا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج السرطان لرجل الخميس 13 مايو. طموحك لا ينتهي، تحاول أن تصل إلى أهدافك بخطوات سريعة ومتلاحقة. بالرغم من ذكائك في التعامل مع الأشخاص، إلا أنك قد تجد بعض العرقلة. ازرع البسمة في وجهك تحصد السعادة في قلوب الناس. توقعات برج السرطان للمرأة الخميس 13 مايو. الشيء الوحيد الذي يجب أن يكون ثابتا في حياتك هو الأمل. لا تدعي أي شيء أو أي شخص يغير أفكارك أو مسيرة حياتك. كوني كالصخرة الصلبة في هذه الحياة. حاول الحفاظ على هدوئك لأن هذا من مصلحتك. توقعات برج السرطان عاطفيا للأعزب، فكر في طريقة مختلفة للوصول لقلب من تحب غير الطرق التقليدية، ولكن فكر جيدا ولا تتسرع. المرتبط، الأجواء العاطفية متطلبة وعليك مسؤوليات، لذا تجنب التكاسل. توقعات برج السرطان مهنيا، مهما كانت طبيعة عملك اهتم بمظهرك ولا تهمله، وقد يطرأ أحداث غير متوقعة مما يتوجب عليك تفهمها وابتعاد عن عدائية أو مشاكل. توقعات برج السرطان صحيا، اليوم سيحمل الكثير من الأنشطة التي ستجعل ذهنك يتجدد ويجدد. أنت في حاجة إلى استنشاق الهواء النقي بعيدا عن الضوضاء، وعليك الإكثار من تناول الخضروات الطازجة.